شيء من الأمل هو شيء ما يبعث عن التفاؤل برغم كل ما نمر به اليوم نحن كبشرية. الصين بؤرة انتشار الفيروس الأولى بدأت بالتعافي شيئا فشيئا، وإيطاليا بدأت منذ 3 أيام تسجل انخفاضا كبيرا في عدد الإصابات والوفيات اليومي جراء الفيروس، وهذا يبشر بانخفاض سرعة انتشاره في إيطاليا. وتشير التقديرات إلى أن 99% من الأشخاص المصابين بفيروس كورونا سيتعافون، وبعض هؤلاء لن تتطور لديهم الأعراض أصلا. ورغم وفاة الآلاف من الأشخاص، فإن معدل الوفيات الإجمالي يبلغ حوالي 1% أو ربما أقل، وهو أقل بكثير من نسب الوفيات لدى مصاب متلازمة الالتهاب التنفسي الحاد سارس الذي كان يقدر ب 11% أو الإيبولا ب 90%. فيما يبدو أن الأطفال يصابون بالعدوى بشكل أقل ويصابون بالمرض بشكل أخف، ويجب أن نعلم أن العالم يدرك تماما خطورة الوضع، ولذلك فالدول والحكومات تتحرك بشكل جدي وحازم لمحاربته. وأجمل ما في الأمر أن العلماء توصلوا إلى كيفية اختراق فيروس كورونا للخلايا البشرية، مما سيساعد بشكل كبير في تطوير العلاجات، كما دول العالم تتسابق للوصول إلى لقاح لفيروس كورونا. وكان المدير العام لمنظمة الصحة العالمية قد أعلن الأربعاء الماضي ما وصفه بتجربة تضامن، وهي دراسة بمشاركة عدة دول لتحليل علاجات غير مجربة من أجل تسريع البحث عن العلاجات والأدوية المحتملة لفيروس كورونا. وكنتيجة لهذه المعطيات، لا بد من القول أننا يجب أن نتفائل لكن بحذر، بما أننا في حجر منزلي يجب أن نستغل هذه الأوقات لإعادة اكتشاف ذواتنا ونفكر بغد أجمل نعيش فيه ونحن نقدر كل النعم، وأهمها الحياة الطبيعية والروتينية التي كنا نشتكي منها. ما تنسوش تتابعونا في قناة اليوتيوب ديالنا وفعلوا خاصية الجرس باش يوصلكم كل جديد. ديروا شير الفيديو وبارتجوا الفيديو مع أصحابكم في مواقع التواصل الاجتماعي.